بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. أيها الأفاضل، حديثنا اليوم قبيل الإفطار عن النجوم حقا، وعن الأبطال صدقا، عن الذين يجعلون أنفسهم في مواجهة الخطر لأجلنا، عن الذين يعرضون أنفسهم للأذى في كل وقت وحين، عن الذين جعلوا أنفسهم في خط الدفاع الأول عن المجتمع، عن الذين يتعبون لنرتاح، وقد يمرضون لنشفى، وقد يستشهدون لنحيا. حديثنا عن أصحاب المهن الطبية من أطباء ومخبريين وممرضين وصيادلة ومساعدين وتقنيين وفنيين، وحديثنا كذلك إلى رجال الإدارة المغربية، وإلى رجال الأمن، وإلى العمال، وإلى كل من خرج من بيته يريد أن يحفظ على الأمة صحتها وأمنها ومعاشها اليومي. نقول لهؤلاء جزاكم الله خيرا، ونقول لهم خذوا حذركم، وخذوا جميع وكل الاحتياطات والوسائل التي تقيكم المكاره، وأيقنوا أن الحافظ هو الله، وأيقنوا أن الحافظ هو الله الذي سمى نفسه لأجلنا الحفيظ جل جلاله. وخذوا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بها تحفظون، التي بها تكونون في حفظ الله وحرزه وأمانه. إذا خرج الواحد منكم من بيته فليقل بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. آنذاك يقول ملك هديت وكفيت ووقيت، ويتنحى الشيطان عنك. وقل عندما تريد أن تباشر عملك بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. وقل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. قل كل هذه الأدعية الأذكار، قلها بيقين واطمئنان، وقلبك معلق بالحفيظ جل جلاله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.